لا شوف، دائما في يوم الام الواحد تختلط عندها هذه المشاعر، مشاعر فرحتها في وجود امه حوله، ومشاعر هذه الحب، مشاعر التقدير لعطائها الدائم. فالامانه هذه الكلمات احنا محتاجين احنا نسمعها من بالاخص من الشباب. والبعض ممكن يقول الام مو اللي تولد، الام اللي تربي. فعندنا خير مثال لام ربت وهي شابه كويتيه، ام حاضنه لطفل بالتبني، صفاء الفيلشاوي. مساء الخير ام حمودي. مساء النور، يا هلا والله، يا هلا فيك، شخبارك؟ وعاش من سمع هالصوت. عاشت ايامكم، وشكرا على هذه الاستضافه، وشكرا حبيبتي. على هذا الاتصال اللي فعلا اثلت قلبي وانا بهذه الغربه. احب اشكركم واشكر قناه الراي اللي دائما هي سباقه في هذه القضايا. طبعا مو اول لقاء كان معي، اكثر من لقاء مع قناه الراي، فشكرا لكم على هذه الاستضافه. صحيح صفا، يمكن من 3 سنين جمعنا فيلم معاكي يتكلم عن تبنيك لحمودي، وما شاء الله الحين عندك بنوته امل، فالله يحفظهم لك ان شاء الله. شنو حابه تقولين في هذا اليوم وهذه المناسبة؟ طبعا في هذه المناسبة أحب أقول كل عام وكل أم بخير. أنا ما أخص الأمومة بالأم اللي ولدت فقط، لأن أنا جربت الأثنين. صحيح. اكتشفت أن الأمومة أكبر بكثير من الحمل والولادة. الأمومة هي مشاعر، هي اهتمام، هي حب، هي عطاء، أو حب غير مشروط، unconditional love. فأحب أقول كل عام وكل أم ربت بخير، فكل عام وأنت بخير. وانت بألف خير صفا. السلام عليكم، يعطيك العافيه، وتحياتي لك ولابو حمودي ولحمودي، وحق بنيتكم الله يحفظها ويحفظ هذه العائله الجميله اللي بالفتره الاخيره شفنا انكم شجعتوا الكثير من العوائل هم يتبنون، وان هذه العمليه جدا جميله قاعد نشوفها تنتشر بطريقه ايجابيه. وانت تبنيتي حمودي الله يحفظها، واللي انا امانه دائما اقول لك اياها كل ما تجيني الكويت ودني اني انا اشوفها، وان شاء الله راح اشوفها قريب، ولكن كلمينا عن هذه التجربه. باذن الله. طبعا هذه التجربه انا اعتبرها من اجمل التجارب اللي انا مريت فيها، نظرا لصغر سني، او ان انا فكان نوعا ما من المعارضه، لكن والله العظيم مع الوقت اكتشفنا ان هي اجمل تجربه ان تمر فيها اي ام او اي امراه، لان خدي سبحان الله فطره الله فطرها بكل ام، اللي هي ان عندها قدره انها تعتني او انها تهتم او انها تحب. فوالله العظيم ما نشعر بفرق يعني ما بين الاثنين، ما بين يعني الطفل البيولوجي او الطفل هذا. فهي تجربه جدا جميله تاخذك الى عالم ثاني، تجربه انسانيه، تجربه تحسسك ان انت فعلا انسان. فانا اشجع يعني الحمد لله الحين ما شاء الله الاحتضان اللي وصلت له يعني ما شاء الله الكويت قوائم انتظار، فهذا الحمد لله بحد ذاته انا اعتبره اكبر نجاح ان احنا حققناه وشاركنا تجربتنا. صحيح، فخورين فيك الامانه ام حمودي صفا الفيلشاوي، وشاكرين لك على هذا الاتصال. يعني وجودك في الغربه في امريكا، لكن يعني حرصك انك تكوني موجوده معنا من خلال هذا الاتصال الجميل وكلماتك الاجمل. اكيد الامانه يعطيك العافيه، وعسى الله يوفقكم ان شاء الله من خلال هذه الدراسه وهذه العائله، عسى الله يحفظكم ان شاء الله. الله شكرا. آمين يا رب. آمين. شكرا لكم، شكرا على استضافتكم. شكرا لك، حياك الله الامانه. ايضا نشكر أسار زميلتنا فعلا اللي انت نشرتي لنا هذه القصه وساهمتي بان عدد كبير من الناس. كنت جزء من فريق للامانه، وكان مشروع تخرج ما توقعنا في يوم من الايام انه ينتشر هذا الفيديو لحياه صفا الفيلشاوي وهذه التجربه الكبيره، لكن امانه الشكر موصول لها اكيد، يعني خصوصا هي قاعده تنشر هذه الايجابيه وهذه الافكار اللي في المجتمع المفترض ان هي تكون موجوده، وحرصها ان هي تكون تحسس الناس ان والله تجربة الأمومة مو بس ان المرة ان هي تولد. صحيح. لا، المرة اللي هي الام تربي. اللي هي اللي تربي وتكون موجودة. يعني عسى الله يحفظ لها حمودي ان شاء الله، وتشوفها معرس يا رب، وعسى الله يحفظ لها امولها. امين يا رب، ويرزقك ذرية صالحة انت وزميلنا عبد الله ان شاء الله. ولكن كملين حوارنا انا واسرار في موضوع حلقتنا لليوم، ولكن بعد الفاصل.